البحرين والسعودية يعني لا يمكن الفصل بينهم، فالعوائل مشتركة والعلاقات مشتركة والتاريخ مشترك، ما يدلل على أهمية المستثمر السعودي هو ما خصصته وزارة التجارة من مكتب خاص للمستثمرين السعوديين من خلال يتم استقبالهم والرد على الاستفسارات وتسهيل إجراءاتهم في موقع واحد بمصطلح اللي نقول النافذة الواحدة. ونجد بأن سيدات الأعمال ورواد الأعمال السعوديين أصبح لهم نشاط ملحوظ في مملكة البحرين نظرا لوجود التسهيلات والأنظمة والقوانين المتقدمة. ناهيك عن أن المملكة العربية السعودية الآن بدأت في استقطاب كثير من الطاقات الاقتصادية البحرينية للعمل في المملكة العربية السعودية نظرا لوجود سوق واسع وتطور هائل أصبح خلال الثلاث سنوات الماضية على مستوى الأنظمة والقوانين، بحيث سهلت عملية إجراء إقامة الشراكات والاستيراد والتصدير، مما عزز الرغبة لدى المواطن أو المستثمر البحريني للدخول إلى المملكة العربية السعودية والعمل بشكل مباشر نظرا لتفعيل المواطنة الخليجية والسوق الخليجي المشترك. عندنا احنا فلسفة في البحرين بأن أي تطور في المملكة العربية السعودية سينعكس إيجابا على مملكة البحرين وليس العكس، فالتنافس تكاملي أكثر من هو تعارض. ولذلك يعني نجد بأن المسؤولين من أعلى الهرم يجدون بأن التطور لتلقاه المملكة العربية السعودية هو يصب في مصلحة منظومة مجلس التعاون الخليجي والبحرين على وجه الخصوص، ولذلك نجد بأن التطور لم يؤثر على حركة التنقل بين البحرين والمملكة العربية السعودية نظرا لأن هناك تكامل بين المملكتين أكثر من هو التنافس. بالنسبة للمجلس الأعمال المشترك على المستوى التجاري واللي يرأسه من البحرين رئيس غرفة التجارة، مهمته الأساسية هي إقامة المعارض والمناسبات والملتقيات لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال والقيام بزيارات مشتركة للبلدين. وقد وضع إطار عام في آخر اجتماع عقد في غرفة الشرقية برئاسة الأخ عبد الرحمن العطيشان من الجانب السعودي وسمير ناس من مملكة البحرين لإقامة لجان لمناقشة كل القضايا التي طرحت فيما يتعلق بتسهيل الحركة على جسر الملك فهد، فيما يتعلق بتنقل المواد الخام بين الجانبين، بما يتعلق بسياسة الضرائب على الاستيراد والتصدير. فهناك تكامل بين المجلس الاقتصادي اللي يرأسه ولاة العهد والمجلس مجلس الأعمال المشترك اللي يرأس من قبل رؤساء الغرف الجانبين. تصور أن هناك أكثر من 1000 شاحنة محملة بالبضائع تنتقل بين ضفتي النهر يوميا. لو أنت حسبت قيمة هذه البضائع لا تقل عن 20 مليون دينار بحريني يوميا، هذا يتعلق فقط بالتبادل السلعي. أما فيما يتعلق بالسياحة والعلاج والسفر فالأرقام كبيرة، وما ويدلك على ضخامة التعامل والتبادل التجاري. كمية الأموال التي تنتقل بين البحرين والسعودية، لأن يعني السعوديين ينفقون بالريال السعودي مثل ما تفضل الأخ عبد الرحمن، فلابد أن هذه المبالغ تعود إلى المملكة العربية السعودية، فتجد سيارات مصفحة تودي 10-15 مليون ريال يوميا. وبالعكس أيضا هناك مبالغ بالدينار السعودي تأتي من جميع أسواق المملكة، المدينة المنورة، من مكة، من الرياض، من الدمام، تجمع وتأتي إلى البحرين. ولذلك يعني أنا أتمنى من الجهات الرسمية أن يتم رصد هذه الأموال. على الهامش واحد من أبنائي يقول بأن وجد لما زار أحد المجمعات التجارية في أحد المحلات المشهورة وجد طابور من الزباين واقفين على أساس يقومون بعملية الشراء، أغلبهم من السعودية. عندنا احنا واحد من الأسواق المشهورة سوق التنين، 80% من رواده
سعودية. فهذه أرقام يعني ما تكذب. أيضا أنا أود أن أنوه إلى أن 15 جامعة خاصة في مملكة البحرين لم تحظى بحصتها من السوق السعودي فيما يتعلق بالطلبة والطالبات السعوديين. وهنا أدعو الجهات المسؤولة في مملكة البحرين إلى التنسيق على أعلى المستويات لاستقطاب أبناء المملكة العربية السعودية لتلقي علومهم في مملكة البحرين بيتهم الثاني. وهذا يعني موقع طبيعي، بدل ما أن يذهب أبناء السعودية إلى الدول الشرق والغرب لتلقي العلم، هناك جامعات في البحرين مؤهلة ومعترف فيها وتحظى بثقة القيادة السياسية البحرينية. وعلى متأكد أن لو كان هناك جهود من الجانب البحريني سيكون لنا حصة كبيرة من سوق التعليم في السعودية.